احنا كنا دايما بنقول حاجه كده بينا ان احنا هتجيلنا مسجات كتيره على انبوكس بتقول لنا الفيلم حلو بس ده فيلم الناس هتخاف تدافع عنه علنا. قتيل تعرض لاطلاق ناري من مسافه قريبه. المسافه كانت قد ايه؟ قد اللي بيني وبينك كده. هو عيار ناري، احنا طول الوقت كنا بنحاول نبقى زي الجواهرجي كده بيوزن بالعيار الصغير جدا، لكن احنا ما كانش عندنا ذهب، احنا كان عندنا نار طول الوقت والغام في السيناريو. والمفروض ان هو الدكتور سكري، فالمفروض ان هو على طول عنده عامل دماغ او يعني ضايع شويه. فدي كانت خدت مني مجهود كبير لان انا مش بشرب وانا بشتغل. كان عندي ملحوظات على خالد، شخصيه انا بلعبها في مهنته، وغيرنا فعلا المهنه. بقى عامل في منجم بير، ناس هناك بيشربوا الميه والشاي جوه براد او جوه كيس او حاجه عشان التراب المتطاير ده ما ينزلش على اكلهم او على شربهم يعني. اتكلمت مع كريم على جوانب الشخصيه النفسيه، هي معظم الوقت سلمى ما بتتكلمش، سلمى رياكشنات وكويشن مارك كبيره هي حاسه بايه دلوقتي. شجاعه من كل الصناع اللي فيه ان هم يفهموا المسج اللي ورا القصه، المسج الانسانيه، انت بتنتصر للانسانيه ولا الحقيقه؟ احنا مش عاملين فيلم طيب، احنا عاملين فيلم فيه افكار تدعو لانه بيعمل نقاش. كان في وقت من الاوقات المجتمع المصري اكتر حاجه مختلف عليها هي الثوره. في ناس مع وناس ضد وناس شايفه ده الخراب بعد، لا الخراب قبل، فجبنا اكتر حاجه ناس مختلفه عليها وبدانا نقول يا جماعه هي الحقيقه ليها اكتر من شكل. ان احنا مش هنخاف او مش هناخد قرارات في الفيلم بناء عن خوف من رد فعل معين. الفيلم خلص يعني ممكن نعرضه بعد الفاصل بقى.